يقول السائل حفظكم الله: أتاجر في الأجهزة الكهربائية، حيث يطلب العميل الأجهزة ثم أشتريها وأؤمنها له وأبيعها إلى العميل أقساط شهرية وزيادة في القيمة، ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا في الواقع في الأول فيما يتم بينه وبين عميله ليس عقدا، وإنما هو اتفاق، فهو يأتي إليه عميله ويقول: أنا محتاج إلى مثلا ثلاجة، غسالة، كذا، أي على كل حال يعني أي جهاز من الأجهزة المحتاج إليها، ويقول. ويمكن أن يتفق كذلك على السعر نفسه، لكن هذا اتفاق وليس عقدا، لأن لا شك أن من المبادئ الشرعية المعتمدة على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإذا هذا الذي الآن اتفق مع عميله لم يبع، وإنما هو اتفق معه، فإذا تم الاتفاق ذهب هذا الذي الآن يبيع واشترى هذه السلعة وجاء إليه وقال: الآن السلعة جاهزة، يعني نبدأ في إجراء عقد البيع بصدور الإيجاب والقبول بيننا، ثم بعد ذلك تملك السلعة، فأنا بعتك إياها وأنا أملكها ملكا تاما. وبهذه الطريقة الحمد لله تكون معاملة طيبة ولا ملاحظة عليها.